عاد في قصة هناك الحين طريفة، يقولون رجال كريم وعلم غانم الله وشيخ قبيل وعنده حلالا ومعطيها الله خير كثير. ومرت عليها سنين وماتت حرمته، فدور له بنت صغيرة بيتزوجها، وتزوج لها بنت حلال فالقبيلة وهي صغيرة عمرها بال 18 19 هكا الحين، وهو رجال سبيل شاي وانعمت. المهم يوم انه تزوجها واخذ له فترة، والبيت فاتح ما يطفي ابد، كل يوم جاي نضيف وطالع نضيف، الله رجال راعي كرم. هي اغترت بنفسها، ما قدرت النعمة اللي معطيها الله، اغترت بنفسها، قالت اكيد ما يجون الضيفان ولا يجون هالربع ذول اللي علشاني، انا بنت صغيرة والخطاب من اول كانوا يبغوني، وهذا شايب بينه وبين الموت ايام ما حد اندرى عنه، وهو رجال علمه مذكور من بطن، بس انها اغترت بنفسها. المهم يوم انها اخذت لها فترة قالت يا ابو فلان، قال نعم، قالت تراي العلم كيت وكيت، وانا انت رجال لما تصلح لي وكبير، وانا بنت حلال واكرم واعطي الضيفان، فطلقني بدور واحد مثل عمري وواحد كبري، خليني بستشب معه، هذا وعيش باقي عمري. نعم. ما قدرت نعمة الله عليها. المهم انه قال هذا علم زقالي، قال اجل مطلقت ما قصر، وانت اللي طلبتي الخلع والمهر كله لت، ماني بماخذ منت. هو معروف بالشرع اذا طلبت المراه الخلع ياخذ يا ايش اسمه ترد المهر للرجال. هو قال ما ابغى المهر لت من زود كرمه، واخذت فتره ويجون الخطاب يكثرون عليها. جاها واحد عمره 19 20 قالت هذا اللي يصلح لي شباب مثلي، وتزوجته. اي يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام لا احد يجي بابهم ولا يقربهم، لا عاد في ضيفان ولا عاد في علم غان. اختلفت على هالامور، قالت اثر العلم والطيب ما هو مني، اثر من الرجال الشاي. يا سلام. هو تحاول تروح لابوها، قالت العلم عادي ينفع، قالت يا تروح رجالها الثاني، قالت طلقني ما عاد عندك فايده، ابى الكرم والعلم والغانم ما لقيته عندك. قال اجل عطيني مهاري كله اللي دفعت له سنتي وبوت، الله اكبر، كله ترجعين الحين قدام. قالت والله هذاك معطيني حلال بلال، وانت الحين تردني غصب، بترجع لابوه يرجعون الحلال كله له. يوم رجع الحلال تاخذ لها فتره ترجع للشايب، عاد بترجع له مره ثانيه، وتلقى عنده الخادم اللي يصب القهوه اللي هو عبيد. قالت يا عبيد ابرجع للشايب الاول، ماني بلاقيته مثله. قال ما هو موجود لكن ان جاء المسه بعلمه. يوم جاء المسه له جاي الرجال جايب له حلال وعزبه حطب وزهبه حطب يبي يشب ناره. قال فلانه جاتني تبى تسترد زواجها. قال له يا عبيد لو شفت ريش العين قل له أي. عليه مردود البرا عشر مرات شديت حبله يوم بديت له، ولين حكى يا عبيد فايت فات كل على فعله وحظه يدله، واترك علوم ما بها الصدق والثبات، كلن يصبر على جفواه وغلن يغله، ومن لا تقاضى حي يقمح اليوم. عاد ايش ترى المثل عقب السالفه دي، يقول من لا تقاضى حي يقمح اليمات، اللي ما ياخذ جزاته في الدنيا بياخذها في الاخره. هذه ما قدرت النعمه اللي عطاها الله، وجاها ما جاها. بيض الله وجهك.